في من ليبيا سناء المنصوري. ولدت سناء في طرابلس سنة 1971. عاشت وكبرت بين مدينتين من أجمل مدن الساحل الليبي، عروس البحر العاصمة طرابلس ومدينة زوارة. عيري وطن مور تتفات نتم الدور باللي الدديد ساني وبطاني شمي الممتافد سقي مالي وتير وطن مور. أم لأربع أطفال، قرت النحت والرسم والتصوير في كلية الفنون بطرابلس، وبعدها قرت في جامعة بورموث في بريطانيا تخصص 3 Dimensional Media and Design. اشتغلت كمترجمة لبعض الصحف وبعض الكتاب مع الجزيرة نت. تحصلت على شهادة كاستشارية نفسية واشتغلت بها كمستشارة لذوي الاحتياجات النفسية من الشباب المراهقين ومدمني المخدرات. سناء المعروفة بإنسانيتها العالية اتجهت للتقديم في بداية الثورة الليبية، وطلت أول مرة من خلال برنامج ليبيا والناس، واللي دفعها للشيء هذا حسها الوطني العالي، وهو نفسه اللي خلاها تخوض تجربة التقديم بالأمازيغية عن طريق برنامج أبريد انتجراولا على قناة ليبيا لكل الأحرار. وبهيك سناء تكون أول مذيعة تقدم باللغة الأمازيغية في تاريخ ليبيا. سناء كرست صوتها وظهورها الإعلامي لخدمة الهوية والثقافة الليبية، وأيضا اهتمت بقضايا المرأة، المجتمع المدني، حقوق الأمازيغ والتابو اللي كانوا أحد واجباتها من خلال عدة برامج زي ليبيا هذا اليوم ولقاء الساعة. برغم من كل الصراعات، برغم من كل المخاوف، برغم من كل التهديدات، برغم من كل الإجرام وكل الانتهاكات التي اقترفت في حق المرأة وفي حق الإنسان بصفة عامة في ليبيا، المرأة لا تزال تقاوم وهي قوية وموجودة في الساحة. وحتى حاورت مجموعة من الشخصيات الليبية من مختلف المجالات. من بعدها سناء رفضت العروض اللي جتها من القنوات الليبية، لأنها تؤمن بأن للأمازيغ حق إعلامي بالظهور والتعبير بلغتهم الأصلية اللي طالما حرمهم منها الاستعمار والقذافي لسنوات طويلة، وأن العالم في وقتنا الحالي أصبح يؤمن بتعدد الثقافات، اللغات، الأجناس وحتى الأديان، وللإنسان حرية التعبير كيف ما كانت. تم تكريم سناء أكثر من مرة، كان أبرزها جائزة تكريمية من مؤسسة أسن أورغ المغربية بمدينة أكادير، وآخرها جائزة التميز من سيبتيموس. جائزة التميز لعام 2014 يعود الفضل فيها طبعا مرة أخرى للقائمين. في الوقت الحالي المنصوري قاعدة تواصل في نضالها الحقوقي اللي بدأت في بداية الثورة من خلال عملها مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أجل حقوق الأقليات، وأيضا قاعدة تشتغل مع منظمات حقوقية عالمية تخص المرأة. سناء قدرت تكون من أكثر الشخصيات الليبية تأثيرا بإنسانيتها، قوة شخصيتها، شجاعتها وحبها لهويتها. ديس ليبيا، سناء المنصوري.